مطالبنا هواية يعني على البرلمان أولاً. اثنين نريد دولة، نريد المطالب المتظاهرين كلها تتحقق بالحرف الواحد، لأن هذول المتظاهرين كل حقوقهم انتهت وكل حقوقهم انسلبت من قبل الدولة الظالمة هاي الفاسدة. فاحنا طبيعي نبقى بالمظاهرات حق تحقيق مطالبنا بالحرف الواحد. احنا ما نحمل عادل عبد المهدي، ما نحمل ذنب الحكومة السابقة، احنا نريد دم الشهداء راحت بعهده، احنا نطالب بقالته على هذا السبب، ما نطالب بغير شيء. اريد اقاتل لان راح شهداء بعهده وبأوامره، لان هو القائد العام للقوات المسلحه. هاي اهم المطالب اللي نريدها. ان شاء الله مستمرين حين تحقيق المطالب. المطالب هي اقاله الحكومه بالكامل زين، وتعديل الدستور، لان الدستور كل شيء ما افتهمنا من عنده، بس دستورهم هم لهم زين. هاي الشغله. الشغله الثانيه انتخاب مال مفوضيه انتخابات على اساس مستقله، هي كلها محاصصة وكلها أحزاب. احنا ذن أهم ثلاث مطالب نطالب بهن زين، وإن شاء الله باقين هنا ومستمرين إلى حين تحقيق المطالب. أكيد الحكومة سوى مثل القائد القوات المسلحة عادل عبد المهدي زين، هو يتحمل كافة المسؤولية. وزير الدفاع صرح يقول جهة ثالثة، أنت قلت الجهة الثالثة لا توزير دفاع ما تدري بيها، احنا ندري بيها زين. لا تقول هيك، احنا سلمية وين المواطنين اللي ندري بهم؟ مثلا حرس وطني وهاي سلمية وياهم. إذا تقول جهة ثالثة واخذت الحكومة على صفحة واحنا نصرف ويا الجهة الثالثة. والله المطالب قالت الحكومة من الألف للياء بدون استثناء، بدون استثناء، بدون استثناء. تغيير قانون الانتخابات، مجلس النواب تغليصه من 300 فما فوق إلى 120 أو 26. انتخابات مبكرة بإشراف أمم متحدة، الأمم المتحدة حصراً 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 بدون أي تدخل. الوجوه اللي كانت من 2003 لحد 2019 ليومنا هذا لازم اي واحد من عندهم ما يشارك بالحكومه، اي احد منهم ما يشارك بالحكومه. ومحاسبه الفاسدين هاي طبعا منتهين من عندها. لا قياده او احزاب وهاي الامور خلاص ما نريده، نريد شعب اخوان، ما نريد طائفيه. والحمد لله اليوم هذا الشعب عندنا واعي. انا دا اقعد اشوف السني والشيعي والكردي واليزيدي واي طائفه اخوان، والحمد لله اليوم احنا ظهرنا على حقيقتنا كعراقيين. وشغله ثانيه بس لا تسمح لي، شغله اطالب من شيوخ العشائر وجهاء العشائر اللي هم اهل ثوره العشرين، اريد لهم وقفه مشرفه مثل وقفه شعنان ابو الجون ومثل وقفه ثوره العشرين، اريد ينزلون هنا للساحه ويا المتظاهرين. ولا من يقول بس اسمح لي المظاهرات مسيسة، أقول له لا مو مسيسة، إحنا أحفاد ثورة العشرين وأبناء الحرب الإيرانية العراقية دامت 8 سنوات، وإحنا نفسنا حررنا العراق من داعش، واليوم إحنا وأبنائنا إن شاء الله نحرر العراق من الفاسدين. ونعم نعم للعراق، نعم نعم وكلا للحكومة الفاسدة. إحنا نريد دم الشهداء، وأنا صار لي 25 يوم هنا أروح وأجي، أروح الصبح أجي العصر، ما نروح منا الا تستقال الحكومه فورا. احنا نريد دم الشهداء. وثانيا الاحزاب ما تخدمنا، خل تطلع احسن لها، والاجتماعات مال رؤساء العشائر ما تمثلنا. هذا الشعب العراقي كله موجود هنا، اذا يريدون يمثلونا خلي يجون بساحه التحرير. انا مواطن فقير لله، اجيب من يوم 25 بيوم المظاهرات، بيوم ورده المظاهرات بيومها اجيب اكيد من الصبح لليل من الشعب ومن جيبي الخاص. الله يخليك ويطول عمركم. من غيرتنا احنا بالساعه 12 ساعه بس توت طلعت على ابو ناس، اجت مونيكا بيضه ما بيها ارقام، المنثمين لابسين كمامات ما دخان ولابسين مناظر، قال السلام عليكم، قلت عليكم السلام، قال عندنا استفسار ممكن تصعد ويانا؟ قلت شكو بيها، ما قدرت اصعد وياي. فتح الباب قلت له انتم قناه عندكم تبرعات؟ قال لا احنا عندي تبرعات. فنزل سويدي جريني سحبني المونيكا، صعدوني سدوا عيوني سدوا ايدي طبعوني طبع. عادي شو مسوي؟ كانت عبد المهدي بايق مصرف الزويه، بايق النفط، المواطن لابو الغيره جات الاخويا اكل اشيل. يقول لي شديت وعزم المظاهرين، بقيت يومين عندهم هدون. الحمد لله شكرا طلعت من عندهم، وقعوني قالوا اذا تجي لقاك ثاني مره بالمظاهرات انكسرك. قلت لك خلاص.